السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريت شوية أخبار كده إن في حاجات بتبقى المفروض بملاليم بتتباع بملايين، اسمها NFT non fungible token، أو يعني حاجة غير قابلة للتكرار. أنت بتسجلها باسمك ولازم تسجلها في البلوك تشين، يعني لو أنت اشتريتها وهي مش موجودة في البلوك تشين، أو اشتريت صورة وحطيتها عندك، ده ملوش دعوة بالـ NFT، لازم تسجلها إن دي حقوق ملكية لك أنت. فالموضوع بقى مثير للارتياب، تمام؟ يعني الصورة زي دي مثلا انت ممكن تعملها وتحطها على النت، تلاقي حد اشتراها مثلا ب500,000. طب ليه ده؟ حاجة أي كلام يعني. فالموضوع مريب، يعني تحس كأن في نوع من أنواع غسيل الأموال، مفهوش مش حاجة قوية. يعني عشان تعتبر حاجة كويسة يبقى انت تعبت فيها وبذلت فيها جهد وبتكسب منها. طيب تعالى نشوف الفكرة بتاعتها ايه، عاملة ازاي. انت ممكن مثلا تيجي في موقع هنا بتقول له مثلا عايز ابدأ اشوف، مثلا ممكن تشتري مثلا عربية وتخش بيها سباقات، او تبيعها او تشتريها، بتشتريها مثلا ب$10 وبعد شوية مثلا تلاقي حد تاني عارض عليك ان هو يشتريها مثلا ب$200، حاجات زي كده، تمام؟ او بتقول له مثلا عايز اشتري حاجة تبع مثلا الموقع دوت، ده موقع مثلا من المواقع اللي هي هتبقى قوية في الميتا، تمام؟ دي عبارة عن ألعاب بتدخل تلعب بيها وتخش تستمتع بيها. تقول له مثلا عايز اشتري حاجة في المكان دوت، تمام؟ فبيقول لك انت ممكن تشتري حتة أرض مثلا هنا وتبني عليها المباني بتاعتك والحاجات ديت، تمام؟ لو انا فعلا بشتري مكان مثلا وبعرض عليه منتجات حقيقية، واحد بيشتري مثلا الجاكيت حتى لو هو ب50 وبيبيعه مثلا ب100، ماشي. انما هنا انت كل الشغل كله وهمي، يعني مفيش شغل حقيقي، تمام؟ ومش بس مباني، انت ممكن تشتري حصان، ممكن تشتري عربية، ممكن تشتري صورة شخص. دي ايتم، دي اكتيفيتي. ممكن بقى تقول له انا عايز اشتري مثلا حتة من ديت، وهو يديك بقى الاسعار عمالة تعلى وتنزل، وزي ما انت شايف في حاجات لسه من ساعة مثلا وحاجات زي كده، تمام؟ انا عامل فيديو للتحذير، مش بروج ليها، لان الموضوع مريب. تحس كده ان في غسيل اموال، في شبهة في الموضوع. في العاب برضو بتشتري حصان مثلا زي كده وتدخل بيه سباق في الالعاب ديت، تمام؟ لو عنده حاجة بيوريها لك. وتبدأ انت مثلا لو كل ما بيكسب سباقات بيبدأ ان هو شغال فيها. المفروض ان كل حصان ليه تارجت معين وليه ارقام معينة وحاجات زي كده. ميتا ماسك بيقول لي سطب الميتا ماسك، ممكن نصطبه ونشوفه وبتاع وحاجات زي كده. بس الناس تحذر يعني من المواقع ديت، يعني حتى لو هتبدأ تتعامل معاها لازم تتعامل بحذر، تتعامل بخبرة، ما تراهنش بفلوس، اي حاجة فيها شبه حرام ابعد عنها.